الإرهاب بيتحدث ويتكلم عن قتل الغير بغير حق، وده ليس من الدين أساساً بشيء. الديمقراطية هي الوحيدة أو الشيء الوحيد اللي يقلل إلى قدر كبير جداً من الإرهاب. الإرهاب ده من أوروبا وأمريكا، مش من الإسلام خالص، ومعروف إن اللي بيزرع حاجة هو اللي بيحصدها، وإن شاء الله هيتقلب عليهم. هو الإرهاب بيستنزف ميزانية الدولة، من ناحية إن في تسليح طبعا بيبقى فيه زيادة، وكأن البلد في حالة حرب طبعا. الإرهاب أول حاجة بيبقى بيدمر الدنيا، ويعني ناس مش حابين البلد. الإرهاب له تأثير كده في كل الدول، واعتقد ما بقتش العربيه بس، بقت الاجنبيه كمان، يعني امتد دلوقتي. ودي ناس اساسا بتنزل تحت الدين الاسلامي، والدين الاسلامي اساسا بريء من حاجه اسمها ارهاب. هم دلوقتي بيشتغلوا بحكه الدين، واشهدوا لا ربنا ما امرش بكده. ربنا ضد العنف وضد اي حد يتقتل ظلم. انا نفسي كل اللي بيقول انا ارهابي يخاف لقاء الله.